تقولون الكوفة. نحن إخوان يعني في الإسلام. تحت أمرك. أنتم في أمر. نعم أمر يا فندم. أنتم كيف ترون الجزائريين في الخرطوم؟ ألو؟ مش فاهمة حضرتك يا فندم. ألو؟ أيوه؟ كيف تعرفون الجزائريين في الخرطوم؟ أنتم يهود أنتم. إحنا يهود؟ أنتم يهود. أنتم يهود. إحنا يهود؟ أنتم مصريين يهود، وتدعمون اليهود، وسنريكم الجزائريين في مصر إن شاء الله. إحنا يهود؟ نعم أنتم يهود. إحنا يهود؟ كتر خيرك. أنتم يا مصرية، أنتم أولاد زيد العلوي وعاد الإمام. أنتم أولاد زيد العلوي وعاد الإمام. ألو؟ أيوه يا فندم. أنتم أولاد زيد العلوي وعاد الإمام وأولاد إسرائيل. إحنا أولاد إسرائيل؟ نعم أنتم أولاد إسرائيل. أنتِ خشبة كبيرة. خليك معي. يا زلمة وش بلاني ماذا تكتب لاخواننا في مصر؟ وش الا تتذكر روح الشهيد جمال عبد الناصر؟ الا تتذكر روح مليون ونصف شهيد جزائري؟ الا تتذكر العدوان الثلاثي على مصر سنة 56؟ لا لا منعكم في الطغى وانتم ما خنتونا. لا ابدا انتم واخواتنا. أنتم أخواتنا وأحبابنا. كيف ترون الجزائريين في الخرطوم؟ نريدهم يهزموننا في الخرطوم، نكون سعداء. الجزائريين ماذا يفعلون في الخرطوم إن شاء الله أمانية؟ نكون سعداء. بالسيوف بالسيوف نقاتلكم أيها الأقحاء، بالسيوف إلى الدين رفضتكم دماغكم. مصريين في الجزائر قتلناهم. وش؟ المصريين في الجزائر قتلناهم. لا 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 لم يقتل شيء، لم يقتل هناك في الجزائر ابدا. وانا اتكلم بنقودكم بدعمكم. لا 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 ابدا انتم اغنى منا. اتكلم بنقود جيزي باطل المواطن.